نور، رح نبدا اولى مساحات صباحنا غير مع المساحه النفسيه. هلا بلشنا بالامتحانات، صحيح، ويمكن الموضوع كثير بهم كثير من الاهالي. نحن بس نسمع حدا بلش بالامتحانات بتلاقي الاستنفار والتوتر والعائله، بتلاقي العائله استنفرت والاب والام اكثر من الولد، عندهم اللي عندهم شهاده امتحانات اكثر من الاطفال. صحيح. حتى يمكن نور هذا القلق مو بس عم يكون للشهادات، لا بمراحل كثير صغيره بالابتدائي وحتى الاعدادي. مرحله او شعور بالقلق من الامتحان، بعض الأشخاص بيعتبروا أنه ممكن يكون إيجابي بيخلينا نحس بنوع من المسؤولية، ولكن كثرة أو الإحساس بالقلق الزائد ممكن يكون له آثار مختلفة. أكيد، لأنه أحيانا بتتوصل حالة القلق والتوتر ل يمكن حالة مفرطة من الخوف والرعب من الامتحان، بتأثر على أداء الطلاب، بتأثر حتى على علاقة يمكن الطالب بأهله. ومثل ما قلنا فعلا، لو كنا يمكن عم نتذكر بعض التفاصيل، كل الناس عم تمر بهي المرحلة. بالآونة الأخيرة المناهج يمكن نوعا ما بتلعب دور، لأنه المناهج عم تكون كتير ضخمة، فبيكون عبء كتير كبير على الطلاب والأهالي اليوم بالامتحانات. وعم نشوف مثل ما قلتي نرمين، مو فقط الشهادات، الطلاب إن كان ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي، هي حالة الخوف والقلق عند الطلاب والأهالي. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتورة رولا صيداوي، أخصائية علم نفسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن القلق من الامتحان. بداية خلينا نعرف المشاهدين، ايمت بتكون الشعور بالقلق من الامتحان طبيعي وايمت بيكون لا في حالة مو طبيعية او حالة سلبية؟ تمام، بداية منعرف القلق. القلق هو تضافر عناصر إدراكية جسدية فيزيولوجية بتأثر على نشاط الفرد، بتصطحب مع حالة من عدم الراحة، توتر، قد تكون عصبية. بعض الحالات الخطيرة تصل لمرحلة الانهيار، وخاصة بشكل القلق بشكل عام. القلق الامتحانات طبعا نحن عنا طلابنا الآن الله يوفقهم، نتمنى التوفيق للجميع الطلاب والطالبات. القلق من الامتحان هلا هو بيكون نتيجة إما خلل في الأداء، يعني في تحضير المادة الامتحانية، أو ممكن تخويف، يعني هي من أسباب القلق، أو ممكن هو ببيئة هي دوما متوترة وبتشعر الفرد أو الطالب بالقلق. يمكن حكينا عن بعض مسببات القلق والتوتر من الامتحان والتعامل مع الامتحان، بس كمان يمكن الوضع اليوم اختلف والمناهج كمان اختلفت، صارت نوعا ما فينا نعتبرها ضخمة، فحالة القلق عم نشوفها عند الكل. يعني قليل ما تشوفي مثلا في حالة من الرواء عند الأهالي أو الطلاب، وخصوصا كنا نشوف هاي الحالة مع الشهادات، اليوم لا، مع كل الطلاب، يعني إن كان إعدادي ولا ثانوي. خلينا نحكي شوي بعض التفاصيل صحيا نفسيا لكل الأهالي، كيف نتعامل مع حالة القلق نوعا ما والتوتر، حتى لو كانوا الأهالي قلقين متوترين أو الطلاب، مشان ما ينقلوا هيدا التوتر للطالب أو الحالة العكسية. تمام. بشكل عام هلا هو قلتي كلمة انه هي مهمة، توتر الاهل، هو عادة توتر الاهل هن بينقلوا لابنائهم، صحيح، لكن بيكون مبالغ فيه، يعني لما بيكون بالحد الطبيعي تحضير ننصح ابنائنا اوكي ما في مشكلة، يعني هذا ضروري، لكن لما يكون في مبالغ فيه تخويف، ما رح تنجح بالمادة، إذا ما نجحت ما رح تطلع من المراتب الأولى، وعادة خجل الطالب أمام زملائه وأمام المعلم وأمام الأهل وأمام العائلة أنه يكون ما يحصل العلامة التامة أو قريبة من التامة. هذا الأمر وضغط الأهل هذا عم يعمل القلق، عم يزيد الحالات. هلأ القلق بالامتحان هذا أمر طبيعي بحالاته الطبيعية، لكن إذا بالغنا فيه صار هون وصلنا لمرحلة غير طبيعية. ضغط الأهل عم يخلي الطالب يصير في حالات نفسية وضغط نفسي نحن بغنى عنها. المادة بدي أقدمها لما يكون محضرة بشكل جيد، ما لا مانع. هلأ هون في دوما أنا بنصح بقول لهم دوما للطلاب وحتى طلابنا بالجامعة أنه تحضير الجيد، بس أنا بحكي كمان للطلاب أنه أحيانا ممكن أنت تراجع المادة مع صديق إلك، تعرف أنه هو ما بيعمل لك هذا التوتر. يعني عادة الطلاب بتلاحظوا بيصل لمجموعة الطلاب قبل دخول قاعة الامتحان بيبدأوا بيحكوا مادة صعبة، ما درسنا، ما رح ننجح، هذا بيعمل له تمام سوى. بيكون هو فعلا محضر، لكن ممكن يصير في عنده أنه المعلومات تجمعت بشكل كبير، ممكن ينسى بعض المعلومات، بس هذا أمر طبيعي. لكن لما بيقعد مع هيك يعني مع زملاء عم يراجعوا المادة ويسمع كلمات التوتر والضغط
أنا بقول الطاقة السلبية، فهون صار الطالب صار فعلا بده يشعر بهذا القلق يعني بنسبة أكثر من النسبة الطبيعية. دوما بقول يعني للأهل أنه يكون شخص مقرب، يعني الأهل دوما لو قالوا أنت محضر وعطوه دعم معنوي جيد، لا، يكون شخص هو ممكن مدرس المادة أو ممكن شخص هو بيثق فيه الطالب حتى يعطيه هذا الدعم، أنه ثقته بنفسه أنه المادة أنت رح تنجح فيها رح تحقق العلامة اللي أنت بترغبها. نعم. دكتورة خلينا نحكي عن تعامل الأهل مع فترة الامتحانات والقلق. نور، كثير بنعرف أهالي ابني عنده امتحانات، تليفونات ممنوعة، لا ما في زيارات، هدوء، حالة توتر، يعني بيقلبوا نظام البيت 180 درجة. تستدعي الامتحان هي الحالة من الأهل ولا لا لازم يكون في طريقة تعامل ثانية؟ يعني هو بشكل عام التوازن منقول، يعني ضروري، يعني كمان هو بده يخفف من هالضغط النفسي اللي عنده. لا صديق مقرب بده يشوف، وما في زيارات، ولا يجي لعنده، ممنوع مشاهدته مثلا انه التلفزيون او النت او الموبايل. هلا الموبايل هو بالنسبه له يعني صار عالمه، يعني مو بس له، للجميع صار هذا الموبايل عالمه. يعني انت عم تشوفي العالم كله من خلال هالشاشه الصغيره. فانا ما فيني امنع ابني، لكن بوجهه فتره محدده، بنظم له ضروري، بس امنعه منع بشكل يعني منقطع ما بيمشي الحال، بالعكس بسبب له مشكله نفسيه اضافه لقلقه بالامتحان. يمكن اشرتي لنقطه كثير دكتوره، هي الطاقه السلبيه، وهي مشكله عامة عند الكل. إن كان طاقة سلبية مثلا ممكن تنتقل من خلال الأهل أو المحيط أو الطلاب، أو يمكن حتى بنشوف مثلا من طريقة أعطاء الدروس، بتلاقي بعض الطلاب يمكن عندهم خوف وتوتر من مواد تختلف عن مواد أخرى يمكن بيلاقوا حالهم مرتاحين فيها. هاي الطاقة السلبية قديش بتأثر على أداء الطالب؟ لأنه بنشوف يمكن مثل ما قلتي، يعني ذكرتي مثال كتير يمكن واضح وصريح، أنه أول ما يفوت على الامتحان في المحيط هذا بيكون متوتر، هذا بيخاف، بيقول لك صرت بحالة من التوتر والخوف ونسيت كل شيء، أنا وقفت على الباب وبدي فوت مع أني محضر، مع أني دارس كتير منيح طول السنة. هاي الطاقة السلبية كيف في يتعامل معها؟ يعني يمكن هي الطاقة السلبية الحالة العامة مو فقط بالامتحانات، هي الحالة العامة للمحيط بشكل عام. البعض تمام بينشر الطاقة السلبية، هلا البعض بينشرها مو عن قصد، لا شعوريا، يعني بعض الأصدقاء أو بعض المحيط لا شعوريا بينشروا. هلا الطالب إذا كان محضر هو بيعرف بشكل عام إنه أصدقائه إن هنا ممكن يعني يعملوا له هذا التوتر، يفضل إنه قبل الامتحان فورا هو يجي من مثلا البيت فورا لقاعة الامتحان قبل طبعا الوقت المحدد، حتى ما يسمع الكلام، حتى أصلا حتى لو ما عم ينشروا طاقة سلبية، لو عملوا لهم هالسؤال مهم وهالسؤال مهم كمان بيتوتر. صحيح، بيكون بقول أنا يمكن ما راجعته، فيفضل لا فورا من البيت يجي فورا لقاعة الامتحان ويقدم المادة، يبتعد عنهم قدر الإمكان، قدر الإمكان إحنا ما فينا نقول. حتى إذا كان بمحيط طاقة سلبية، حنحكي بشكل عام سواء بقلق الامتحان أو غير الامتحانات، لما بيعرف في محيطه عنده هن بينشروا الطاقة السلبية، معلش هو فورا يبادرهم بشيء إيجابي، بقصة إيجابية، بموقف جيد، حتى يلغي هذا الشيء، يعني يكون هو مبادر، هو يعرف إنه هن هيك طبيعتهم. هلا قد نحن قلنا لا شعوريا هن بينشروا، والأهل ممكن يكونوا تمام عن الطاقة السلبية. هلا هي بالنسبة للمحيط، هلا بنيجي للأهل، الأهل أكيد بيكونوا هن البيئة، تخويف، الخوف الزائد المفرط، يعني أنا ممكن يكون أنا ابني من شدة خوفي عليه بعمل له طاقة سلبية، بالليل لا تنزل مثلا إذا بدك تجيب شيء، لا، وبالليل مقطوع الكهرباء، طب هذا الشيء، أو بيصير توت أو بنخاف أو حدا يلحقك، أو شايفة هذا الكلام، مع أنه ابني أمر طبيعي عنده من سنوات، بس إجي أنا أقول له هيك معناته أنا من خوفي الزائد عليه بيجي أنا بعمل له هاي الطاقة السلبية، بصير عنده خوف. يعني إحنا مشكلتنا مو بس بقلق واحد، لا، صار عندنا بعد القلق في خوف، صار في خوف من المستقبل. عادة بعض الشباب اللي بدهم يبنوا مستقبل بيكون عندهم قلق من المستقبل، فبنيجي نحن المفروض منساعد أبنائنا على هذا الشيء، على هذا الأمر. يعني دكتورة، مواعيد الامتحان معروفة كل سنة، يعني مواعيدها محددة، ولكن بنضل بنشوف الأولاد وحتى الأهالي بيتفاجئوا بمواعيد الامتحان دائما، مثل ما قلنا بتصير حالة استنفار. خلينا نحكي كيف ممكن نهيئ اليوم، كيف الأسرة بتتهيئ لموضوع الامتحانات، وكيف فينا نهيئ الطالب نفسه؟ يفضل يعني قبل الامتحان طالما محدد بشكل عام، يعني ممكن زيادة يوم قبل بيوم، بس أمر محدد من سنوات، معلش نعمل له يعني أحيانا رحلات أو جماعات تخفف عنه، إنه هلا لو في عنا فترة امتحان ونفهمه إنه هلا إحنا عنا معلش لو بشكل أماكن بحبها، إذا بيحب هو طبيعته مثلا هواية معينة ما في مانع، أو حتى أيام الامتحان، يعني مثلا هو بيحب الرسم أو يسمع موسيقى أو أي شيء أو رياضة،
مو بنمنعه خلص نهائيا لانه في امتحان، هي ضروريه وهي بتساعده على التحضير الجيد للامتحان. بدنا نهيئ له كمان، معلش نحن ما بدنا الزيارات تضل دومان وال يعني ضمن فتره الامتحانات، التوازن نعتدل بالامر، لكن بنفهمه انه نحن هي الفتره ولا مانع يعني يكون يعني اذا انا بدي يجيني مثلا احيانا بعد الزيارات او بيجيني بعد الدعوات انا بدي اعتذر منه، يعني كمان انا ابني بهي المرحله الصعبه وبدي ساعده فيه، بس انا ما بدي اقول له مرحله صعبه حتى ما هو يصير عنده توتر فوق التوتر اللي بيكون عليه. وبالمقابل بتلاقي بعض الطلاب اصلا هن يعني ما عندهم اي مشكله بالنسبه للامتحانات، وحتى بيطلعوا من المراتب الاولى بس ما عندهم مشكله خلاص، هون يعني محضرين الماده بشكل جيد ومتمكنين من قدراتهم، وفي عندهم مين عم يعزز لهم هاي القدرات، قد يكون معلم مرشد تربوي بالمدرسه، والاهل اكيد بيلعبوا دور. دكتوره يمكن كمان اشرنا لنقطه كثير مهمه خلال حديثنا، ويمكن هي من الاخطاء الشائعه اللي بيرتكبوها الاهالي، هي دائما انه انا ابني بدي اياه يحصل على العلامه التامه يكون هو الاول على صفه او مدرسته، ودائما في مقارنه مع الاخر، كمان هي بتلعب دور يعني. صحيح. بيكون الولد محضر ودارس بس دائما عنده حاله خوف عدم ارضاء الاهل، وهي بنشوفها دائما كلياتنا يمكن عانينا منها ببعض التفاصيل المدرسيه بحياتنا، قديش كمان بتاثر بتلعب دور يعني، مو بالضروره كل الناس لازم تجيب علامه تامه، مو كل الطلاب رح يكونوا دكاتره، احنا بحاجه الدكتور والمهندس وكل الاختصاصات اليوم. تمام، كمان يعني سؤالك كثير مهم، الفكره وين انه دوما هذا من مو بس يعني نحن تعرضنا، مجتمعنا بشكل عام، مجتمعاتنا كلها بشكل عام، انه لازم الطالب مثل ما ذكرتي انه هو يكون اعلى العلامات واعلى الدرجات. طيب هو ميوله ما يكون مثلا علمي، ميوله ادبي، ميوله مثلا صناعي، ميوله تجاري، هذا حقه الطبيعي، يعني حقه الطبيعي هو يجي ينقي يختار هالشيء، نحن ما نضغط عليه. المقارنه كثير صعبه لانه الفكره وين يعني صار عنده مو بس مقارنة، وصار عنده عدم ثقة بنفسه، صار عنده خوف من هذا الأمر، وصار عنده غيرة من هذا الشخص اللي نحن عم نقارنه فيه. للأسف بعض الأهل ما بيلتفتوا إله هلا هالأمر، إنه أنت بدك تكون مثل فلان، مثل قرايبك، مثل إلى آخره، مو أفضل منك. طب هو بصير هو ما عنده أي مشكلة مع هذا مثلا صديقه، بصير عنده غيرة منه. يمكن الأهل بيحاولوا يحققوا أحلامهم من خلال أطفالهم، لكن مو بهذا الأسلوب. صحيح. هو ضروري يعني كل أهل بيطمحوا، جميعنا بنطمح إنه يكون الأبناء بتربية سليمة ومراحل متقدمة من العلم والتطور، لكن مو بطريقة الضغط والعصبية والمقارنة اللي ما بقول نحن غير بناءة. دكتورة، فكرة التهديد بالعقاب ما بعد النتائج والامتحانات قديش بتأثر كمان على الطالب برأيك؟ هلا هي بشكل عام التهديد هو فكرة سلبية، أصل الفكرة يعني هي كلمة غير محمودة، يعني تهديد بشو هلا ممكن مو تهديد احنا بنقول، لكن انا وعدي مثلا ابني مثال انه بدي اخده على البحر اذا كان جاب مع المجموع اللي بيرضي، يعني بيرضي قدراته وبيرضي احنا شو قدمنا من يعني من خدمات ومن اهتمام فيه، ما جاب ممكن نحن، لكن مو تهديد. يعني الطريقه بتختلف، انه نحن هي مثل مكافاه اذا انت حصلتها مثل الهديه، يعني نقطة مهمة يعني تمام. طريقه الصواب والعقاب لما تكون مختلفه، لكن اللهجه والطريقه بتختلف. نحن بنشوف مثلا كل نقص درجه او يعني نص علامه او علامه بتلاقي مقابله في عقاب، يعني هي كمان هذا سلبي، هذا شيء مشحف بحق سواء طالب يعني ابتدائي او اعدادي او ثانوي الى اخره. يعني انا هون كمان ابني ممكن اجاه ظرف، مرض، تعب، خاف، توتر، يعني ما فيني انا اكون صارمه على ابني. بالاول والاخير ما هو انسان يعني له مشاعر وله قدرات، يعني ممكن ما نام جيدا قبل الامتحان، طب انا هون بدي اجي عاقبه وكون شديده عليه وكون مشحفه بحقه؟ لا. طب قد بيلعب بالعمر دور؟ يعني المشكله يمكن هي مثلا عم نشوف نحن بالابتدائي حتى مو فقط نحن بالاعدادي والثانوي، اليوم عم نشوف طلاب مثلا بالاول والثاني هو اساسا طفل، يعني لسه مو مدرك لاهميه الامتحان. صحيح. والدراسه بتلاقي هلا عم يتعاملوا مع لسه الابتدائي الاول والثاني والثالث كانه شهاده. صحيح. هي كمان قديش بتاثر على شخصيته للمستقبل. صحيح. نفسيا وعلميا كيف ممكن يكون؟ تمام، يعني هو في نقطة مهمة إنه نحن بدنا نخفف ثقل المادة أو المواد أو المنهج الدراسي على أبنائنا. طب نحن كيف بدنا نخفف مادة صعبة؟ أنا يعني إذا أنا كأم ما فيني أعطيها لأبني على مثال، ممكن أجيب له مين يدعم له إياها وما له غلط، ممكن أخوه الكبير، ممكن والده، ممكن معلم يجي يساعده، ممكن مثلا شخص من العائلة يساعده على هاي المادة يقدمها بشكل جيد، يعني حتى يكون هو بس متى ما صار عنده ثقة بنفسه
هو اللي حيقدم بشكل منيح. نقطة تانية كمان أنه خلال العام الدراسي أنا ما بدي يكون كمان هام لابني طول السنة بيجي وقت الامتحان بدك تدرس ويلا أنا جهزت لك الظروف المتاحة. لا، المتابعة بدها تكون من الصغر، يعني بدها يكون طول السنة وطول السنوات السابقة. كمان أنا بفترة المراهقة ما بيجي ابني والله فترة مراهقة وأنا تعرفته سنوات طويلة هلا بدك تحقق أو بالثانوي سنة بكالوريا كل هالسنوات عنده خلل دائما. تمام، عنده خلل هو بالأداء، بيجي هلا أنت بكالوريا بدك تجيب علامات عالية لازم تدخل مثلا فرع المعين. طيب أنا في تقصير كتير أنا من جانبي بالنسبة لابني، هاي النقطة بدنا نلتفت إلها كتير ضرورية. دكتورة خلينا نحكي كمان عن نقطة يعني تانية، منشوف طلاب كتير بيخافوا من فكرة الامتحانات، بيكون عندهم مستويات القلق مرتفعة، لكن الأهل أو الإخوات فينا نقول بالبيت بيتعاملوا مع هالحالة بطريقة استهزاء إذا بنقول كمان. تمام. هذا الشيء برأيك كيف لازم نتعامل معه وقديش هو يعني بيسبب ضرر زائد على الطالب؟ صحيح. هلا كمان سؤال كتير مهم إنه الاستهزاء بقدرات الطالب أو ومشاعره وقدراته، يعني أو ممكن يعني هلا كل إنسان بيميل لمادة دون مادة، هذا أمر طبيعي، ممكن المواد العلمية ممكن المواد الرياضية بحبها غير المواد الحفظية، طب هذا أمر طبيعي. لما بتجي الأم أو الأب يستهزئ أمام يعني الإخوة أو المحيط أو الأقارب على الطالب على قدراته كيف دراسته، هذا رح يسبب له ردة فعل سلبية أكثر، رح يسبب له عدم اهتمام بالمادة أو الامتحان اللي بده يقدمه. فهي نقطة كتير مهمة، مو بس بالامتحان، بشكل عام أنا ما بنقول مشاكل ابني للمحيط، ما بحكي مشكلة ابني حكالي حتى قدام أخوته إذا هو ما طلب مني، لأنه هي هذا اسمه أسرار بيني، حتى نحن بدنا نخلصه من المشكلة مو نزود له هاي المشكلة. طب دكتورة خلينا نحكي عن الخطوات الصحيحة والسليمة نفسيا للتعامل مع الامتحان، تهيئة الطلاب والأهل لكل الناس اللي عم يتابعونا. قلتي نقطة كتير مهمة، أنا ما بدي أتفاجأ بالامتحان، بدي بلش مع بداية العام لحتى أوصل بخطوات فينا نقول نفسية تنعكس بشكل سليم على الطفل. هلأ بشكل عام التهيئة، التحضير الجيد، الاهتمام بأوقات ما يكون في سهر، كمان إذا طالب مساعدة ممكن معلم يعزز له المادة لا مانع، أخوه الكبير أنا بقدر أدرسه المادة لو هو سمع له إياها حتى يعزز تحضير للمادة من قبل الأهل، مساعدة الأبناء هذا بيعزز لهم ثقتهم بالمادة اللي درسوها. الغذاء الجيد نهتم فيهم، إذا حابب هو يروح مثلا عنده نشاط إلنا هو ممارسة هواية معينة معلش نخليه، ما نقول لا خلاص ممنوع. ساعات الدراسة ما لها علاقة، يعني بيدرس 8 ساعات ولا 4 ساعات ما دخل، أحيانا ساعة واحدة تكون كافية لكن بشكل اللي كتير مركز فيه أكثر من 8 ساعات يقعد هو يصير أفكار تاخده أفكار، يعني لا خلص ساعة واحدة أو ساعتين. طبعا إحنا ما بنقول بس ساعة، في بعض الطلاب يدرسوا 8 ساعات بمكنوا المادة، في بعض الطلاب 4 ساعات، في البعض ساعتين، مو الكم المهم الكيف. صحيح. يعني بالختام بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا، حكينا عن موضوع جدا مهم نور، عم نحكي فيه عن الامتحان. بسألك كيف كنت تتعاملي مع هاي فترة الامتحان، بقلق ولا لا؟ أنا كنت حب بس فترة الامتحان، يعني نحن كنا نتعامل يمكن لأنه في كتير بالبيت، نحن 11 شخص فدائما في عندك حالات متكررة بشكل دائم، فكان الموضوع يمكن فينا نقول سليم، يعني تمام. ما عم نتفاجأ بالقصة. والوالدة اللي بدي وجه لها تحية كتير كبيرة بتلعب دور، لأنه بالأخير بتقلك هي الدراسة بتفيدك. تمام. هي بوابة لدخولك اليوم المجتمع ويكون مستقبلك. تمام. هن كنزنا، يعني هن الأهل الوالدين دول بيلعبوا دور كتير كبير. دكتورة بدنا نشكرك أكيد. بالختام نصيحة بتحبي توجهيها لكل الأهالي وللطلاب، لأنه كل اليوم طلاب عم يتوجهوا الصبح للامتحانات، بلشت الامتحانات النصفية، بنتمنى لهم التوفيق، ودائما رغم كل الظروف الطلاب بسوريا رغم سنوات الحرب لأنهم متابعين تعليم وعم يكون في متفوقين على مستوى القطر. هلأ التحية اللي بوجهها مثل ما ذكرتي حضرتك للآباء، يعني صحيح. الآباء والأمهات اللي هن فعلا خلال فترة الحرب على سوريا هن ما تركوا أبنائهم يتركوا بدون تعليم، بالعكس هن ساعدوهم وفعلا حققوا، يعني هالسنوات الطويلة فعلا أكيد. حققوا. بالنسبة للأهل منقول مثل ما وجهنا تحية منقول لهم نعطيهم نصيحة أنه أبنائنا أمانة عنا، اهتمام فيهم بغذائهم بنفسيتهم بشو بيحبوا بصحتهم النفسية، سماع لمشاكلهم وهمومهم، ما نفرض عليهم ما نجبرهم على دخول مثلا فرع معين، لا هن شو بميلوا، حتى نحن بالأول والأخير بدنا نحن للمستقبل ينجزوا، يعني هن هدول بنات المستقبل، أنا لما بفرض على ابني ما رح يحب هاي المادة.
نهتم فيهم، إذا عندهم مشكلة نساعدهم، قد يكون عنده خلل بالدراسة ما عم يعرف يدرس، فنحن بنساعدهم قدر المستطاع وبنتمنى التوفيق لجميع الطلاب وطلاب. أكيد بنتمنى التوفيق لكل الطلاب يلي حاليا عم يقدموا امتحاناتهم. بدنا نشكرك كثير الدكتورة رولا الصيداوي، اختصاص بعلم النفس.